الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتواصل دعمها لقطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية، ده خلال إرسال مساعدات لغزة وزيارة المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش، ده غير دورها الإعلامي في كشف الحقائق للعالم كله ومواجهة أكاذيب إسرائيل ووضع المجتمع الدولي قدام مسؤولياته بالفعل. واصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعمها لقطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية والانتصار للإنسانية فيما قدمته من إرسال مساعدات لغزة وزيارتها للمصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش، فضلاً عن دورها الإعلامي في إبراز قنواتها الحقائق للعالم كله ومواجهة أكاذيب إسرائيل ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. ونظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة مؤتمراً صحفياً أمام معبر رفح البري، وثمنوا جهود مصر في تيسير دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدين دعمهم الكامل لقرارات القيادة السياسية التي تهدف إلى التصدي لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم. وأكد أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المشاركة القوية من الشركة المتحدة بحضور كل الإعلاميين والمذيعين والأطقم العاملة التي تقول الحق وتنقل الحقيقة لصالح الشعب الفلسطيني. كما كانت هناك مشاركة واسعة من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي في هذا المؤتمر، وقالت الدكتورة غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي للتحالف الوطني وحياة كريمة إن الشباب المصري المتطوع من جميع أطياف المجتمع الذي أصبح الشريان الوحيد لقطاع غزة يرفض ويدين ما تشهده فلسطين وخاصة قطاع غزة من انتهاكات لكل معاني الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية في عدوان واضح على حقوق الإنسان هو الأصعب وعدوان على الحق في الحياة. أما بثينة مصطفى المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة فاستعرضت الجهود التي يبذلها متطوعو المؤسسة التي تمثل رسالة دعم وتقدير إلى الشعب الفلسطيني البطل الذي يمر بمرحلة صعبة وحاسمة على كل المستويات ويتعرض لعدوان غاشم لم يستثني الأطفال أو النساء أو حتى دور العبادة أو المستشفيات.